السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور. النهاردة هنعمل مع بعض مقلمة كده لطيفة جدا. كل هنحتاجه هو سوستة وقماش جوخ. القماش ده بيتباع في المكاتب وسعرها رخيص جدا، في كل الالوان زي ما انتم شايفين كده. انا هختار اللون الاخضر ده، هتني القماشة كده في النص وهحط السوستة كده في النص، يعني مكان ما انا تنيت القماشة كده. هجيب الشمع وهبدأ ألزق، وكمان هلزق الناحية التانية بنفس الطريقة. الزيادات دي ممكن تقصيها وممكن تتنيها كده في مسدس الشمع. دلوقتي معلش هلزق الاطراف دي بالشكل ده، وانا هحط هنا كمان حتة من القماش الجوخ كده، هلزقها بالشكل ده. بقت عندي المقلمة دلوقتي مقلمة كده شكلها مش لطيف. نزينها، ممكن تحطي قلب من هنا، يعني انت تزيني كده براحتك بقى. انا هحط الخرز ده بالشكل ده، والخرز ده بيلزق على القماش. هاي شكلها طلع جميل جدا. تقدري تحطي الاقلام كلها جوه، وهي واسعة جدا بجد، يعني هتسع حاجات كتيرة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا لكم لمتابعتكم، وشوفونا انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله.